نحن في نعمة كبيرة، نعمة كبيرة يا أخواني ما علم إلا الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة هذا الوطن. قبيلة عاين في تويتر واحد، نسأل الله أن لا يجعلنا عليه من الشامتي ويصلح ضال للمسلمين. فإن الناس يطلع فيهم شاذين، حتى البر ينخلونه ويكبون نصه، ما يصلح ما يوكل، حتى البشر فيهم. يقول أنني أعلن من هذا المكان أن انشقاقي عن السعودية، يا الله انكثبت عقولنا. أقول ومين يا أخواني؟ وين بتروح جاتك بقعة؟ ما عاد أطيم السعودية شيء في العالم هذا كله. والله يا المنصف فيكم والعاقل لو يدور جواله الآن جميع دول العالم إنه ما يلقى مثل هذا الدولة، لا في تطبيق الشريعة ولا في التوحيد ولا في الأمن والأمان ولا في ملوكنا منا وفينا، نعرف ساسهم من هم آل سعود. بعض الدول حكامها كان رئيس عصابة ولا كان في بار وانتخبوه حطوه رئيس. حكامنا منا وفينا وبايعوهم جداني وجدانكم أذكى منا وأشجع منا وأفطن منا، ورأوا أن صلاحنا وصلاح البلاد هي مع هذا الرجل وأبنائه، فانقادت هذه الدولة حتى أصبحت من أكبر وأعظم بلاد العالم. تدرون أي رجل في غيره على الإسلام، أي رجل في غيره على الإسلام والتوحيد يخاف على السعودية؟ من اللي باقي للإسلام والتوحيد غير السعودية يا أخواني؟ تخيلوا الحرمين بدون هذا الأمر، بدون هذه الدولة، تخيلوا المسلمين بدون هذه الدولة التي بقيت هي الوحيدة تنشر التوحيد الخالص الصافي. لا نعبد إلا الله، ولا نسجد إلا الله، ولا نركع إلا لله، ولا نرجو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله. إن مرضنا طلبنا الله، ونحتاجنا طلبنا الله، ونشبعنا شكرنا الله. هذا عقيدتنا وهذه الدولة قائمة على الكلام هذا، لن تجد في أي دولة. عندكم التوحيد مساكين هؤلاء، حنا ما نمتحسفين عليهم، من راح معنا يقعله الرياح ولا هم ناقصنا. وبشركم الصف ما ينقصه إلا الردي بعيد عنكم، ومن الطيب ما إلا الطيب، أما الردي ما ينقصه إلا راح. لكن يؤلمنا شبابنا لا راحوا واستخدموهم أعداء الدين وأعداء الدولة. من يغار على الإسلام والتوحيد يخاف على السعودية، حتى لو ما تعجبه الدولة والنظام يخاف عليها، لأن الحصن الحصين لهذا الدين. ومن يخاف على النعمة، كنت قصها رددها وبرددها لكم، اسمحوا لو أطلت في المكتب حقي أسولف. هو اللي جازه معي الرجال هذا، واحد سوداني واحد ثاني، قالوا كل واحد يتمنى. قلت والله صراحة منا ودي معي يجيب لك جديد، ودي اتمشى ودي مطرن جديد. قال الثاني وانا والله ودي معي بنيتين جديده اللي متزوجه اتمشى بها. سالفنا. قال احمد برضو من اشقانا، وانا والله ودي معايا فلوس، ودي معنا اخ سوداني، والسودان ترى ما مقل منا لا في الدين ولا في العروبه ولا في الشجاعه، جيناها مشف ولا في الكرم. والله اني يتعادون يذبح لك، هو ما يلقى الجدر يطبخ فيه. رد السوداني علينا بكلمه اخجلتنا كلنا. قال تدرون وش اتمنى انا؟ قلنا وش تمنى؟ قال نحن الأيام هذه ما نتمنى إلا حاجة واحدة بس، نحسب إني بيقول مثلنا. قال أتمنى وطن. شوفوا يا عقلاء هذه الكلمة، أتمنى وطن، أتمنى وطن آمن. أنا معكم الآن ولا من على زوجتي وأمي وأختي وخالتي وعمتي إن يدخلون عليها الآن في البيت. أنا وأنتوا آمنين على نسائنا، على أموالنا، آمنين على بعض من بعض. المشاكل اللي بينكم لو بعضكم ما يخاف من النيابة والشرطة كان بعضكم دعس بن عمه في الشارع. والله ما يتمنى أن تختل هذه الدولة وهذا الأمن إلا عدو للتوحيد، ثم للإسلام، ثم لنا نحن. إذا مدحنا ولا قلنا دولتكم وطنكم قالوا إنه عشان الدولة ينبسطون منك. الدولة ما في حاجتين أنت ولا 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 الثاني والثالث. الدولة دولة عظيمة لها 300 سنة وعليها رجال أكفاء منذ أن خلقهم وأباهم وهم في الملك، ورضعوا الملك من أمهاتهم. رجال دولة وسياسة، رجال يديروا العالم الآن. العالم الآن يدور تصريح من الملك سلمان والأمير محمد يختل الأسهم والبترول والاقتصاد العالمي بكلمة منهم. ما هم مهتمين لهذا الكلام، لكن أنا أقول الكلام ذا لأنه في صالحنا يا أخواني. والله أنت ألمت على هذا المسكين اللي طلع، وأنت ألمت على الثاني. ليه؟ لأنه بيتلقفون مع داء الدين يكيدوننا بعيالنا. شوفوا ولدكم إيش يقول، وهو كذب في لحيته. عانون أخوان وعلى الخير أعوان، أمن ومان. أي واحد لو عجوز تروح للشرطة خذت حقه، خل عاد رجال فصيح لسانه وبياء. قولوا يا الله، وأقول يا الله إنه يحفظ لنا ولكم هذا الدين، ويحفظ لنا ولكم هذا الإسلام، ويحفظ علينا عقيدتنا، ويحفظ علينا وطننا، ويحفظ علينا ولاة أمرنا. ومن يريد كيدا بنا وبكم إن الله يجعل تدبيره تدبير له. قولوا أمين.